توقفت قناة السويس عن العمل بسبب حادثة السفينة العملاقة Ever Given، يسبب هذا التوقف خسائر هائلة للاقتصاد العالمي. فالممر الملاحي الحيوي يشهد يوميا نقل شحنات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار. ووسط هذه الخسائر تتواصل عمليات إنقاذ السفينة وتعويمها، وتلقت مصر عروضا دولية عدة للمساعدة في هذا الإطار. هل اقتربت عودة العمل إلى قناة السويس؟ وما هو البديل أمام الاقتصاد العالمي؟ من لندن ينضم إلينا مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي. أستاذ صادق، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. لا نعلم متى ستتم ستحل هذه المشكلة، هناك توقعات أيام ربما أسابيع. ضعنا في صورة السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تنتج على عن هذا الحادث إذا استمر خاصة لفترة أطول من المتوقع. بالفعل هي يعني لم نكن نحن نتوقع هذا الأمر، أو لم نكن نريد أن يحصل، خاصة أننا كنا نتوقع تحسن حركة التجارة العالمية مع توزيع اللقاحات، لكن للأسف حدث هذا الأمر. وإذا استمر هذا الأمر لمدة أسبوع، فأحدث الدراسات تقول أن خسارة الاقتصاد العالمي سوف تكون بقرابة 10 مليار دولار أسبوعيا، ما يعني تراجع نمو التجارة العالمية بمعدل 0.4 نقطة مئوية، وهذا رقم كبير يعني إذا كنا ننظر إلى التعافي الاقتصادي الذي كنا نرجوه. أيضا هناك أمر جدا مهم، أن الحادث حصل في قناة مائية تصل بين آسيا وأوروبا. آسيا هي المصدر الرئيسي لما يعرف بالرقائق الإلكترونية، وهذه تستخدم في صناعة السيارات الحديثة والإلكترونيات كالكمبيوتر وغيرها. هذه أصلا كنا نعاني من نقص فيها حاد، جعل هناك مصانع معينة في أوروبا تتوقف. الآن هناك عدد من الشحنات تعطلت، وبالتالي هذا سوف يجعل الضغط على قطاع صناعة السيارات جدا كبير، وحتى صناعة الإلكترونيات الأخرى سوف تعاني من النقص، وبالتالي هذا يعني إغلاق مزيد من المصانع، وقد يعني مثلا ارتفاع معدلات البطالة وتراجع بعض معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي. أيضا سيناريو آخر، وهو أننا مثلا نحن في بريطانيا نحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يأتينا من منطقة الخليج العربي، لدينا احتياطيات تكفي لمثلا أسبوعين أو ثلاثة إذا في حال حدثت انقطاعات. الآن هذه الكميات التي انقطعت بسبب إغلاق القناة، التي تقدر مثلا يمر خلالها 10% من نفط العالم و 8% من الغاز المسال، في حال توقفت أسبوعيا هذا يهدد احتياطيات الغاز المسال لدينا في أوروبا، وسوف يجعل أوروبا عرضة للابتزاز الروسي، بسبب أننا سوف نعتمد على الغاز الروسي القادم عبر الأنابيب، أو سوف نعتمد على الغاز القادم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية. دعني أسألك على هذه النقطة المتعلقة بالنفط والغاز تحديدا أستاذ صادق، لأنه الآن بحسب المعلومات هناك حوالي 1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى أوروبا على متن حوالي 10 سفن من هذه السفن المتعطلة. الآن نحن في يعني فصل يقل فيه الطلب على الغاز وعلى النفط، هل هذا ربما يعني يعدل إلى حد ما من هذه الخسائر؟ نعم هذا صحيح، ولذلك عندما رأينا ارتفاعات في أسعار النفط لم تكن ارتفاعات كبيرة، كون أننا نعيش 63 دولار للبرميل اليوم ارتفع يمكن 3% أو شيء من هذا القبيل، 2 أو 2.5%، لكن ليست كما كنا نتوقع. مثلا لو كنا في حالة نشاط تجاري لو لم يكن لدينا وباء لكانت هذه الارتفاعات وصلت إلى 5% أو 6%، وذلك يعطيك صورة أنه في حال بدأنا نعود إلى التعافي ولا سمح الله استمرت الأزمة مثلا أسبوعين أو ثلاثة، فهذا يعني أننا سوف نشهد انقطاعا في الإمدادات، وبالتالي ارتفاعا أكبر في أسعار النفط. وهذا الارتفاع سوف يجعل فاتورة الطاقة بالنسبة لأوروبا كبيرة، سوف نلجأ يعني بشكل إجباري إلى الغاز الروسي ونزيد الكميات القادمة من هذه المنطقة إلينا. ولا ننسى أننا يعني ما نزال في قد يكون الربيع بدأ عندكم، ولكن لا نزال نحن نشعر بالبرد هنا، وما نزال يعني درجات الحرارة منخفضة، وبالتالي نحتاج إلى الغاز في عملية توليد الطاقة. المسألة أيضا مرتبطة بكل شيء تقريبا أستاذ صادق، وليست متعلقة بالغاز والنفط، يعني نحن نتحدث عن عرقلة لسلاسل الإمداد لكل شيء
من الحبوب إلى ملابس الأطفال كما يقال، وبالتالي هذا سينعكس على كل السلع تقريبا إذا تأخرت المسألة، ليس كذلك؟ هذا صحيح. في السابق كان هناك مثلا عمليات تخزين تحدث تحسما لمثلا استمرار الوباء، ولم نكن نحسب كمثلا نتكلم عن تجار التجزئة أو تجار السلع، لم نكن نحسب أنه سوف تنقطع قناة السويس والتي هي شريان رئيسي لهذه المواد. الآن مع هذا الانقطاع الفجائي قد يجعل هذا الأمر المخزونات تنفذ، يعني كثير من السلع الآن تأتينا من آسيا وأهمها من منطقة يعني من دولة الصين، وهذه تحتاجها في كمواد أولية في الصناعة، كأسمدة، كبعض محتويات تستخدم في المواد الكيميائية للأدوية. هذه كلها الآن إذا حال الإغلاق استمر لأكثر من أسبوع أعتقد يعني سوف يشكل إنذار بالنسبة لأوروبا، وسوف تبحث أوروبا عن خطوط بديلة سواء كان الالتفاف حول الرجاء الصالح أو مثلا. خلينا نحكي عن هذه الخطوط البديلة في الوقت المتبقي أستاذ صادق، لأنه الآن الحديث عن أنه بدل الانتظار كل هذا الوقت ربما تقوم على الأقل بعض الناقلات بسلوك هذا الممر الذي تتحدث عنه حول رأس الرجاء الصالح، نتحدث عن كلفة طبعا إضافية كبيرة، نتحدث عن وقت تقريبا أسبوعين إضافيين حتى تصل الشحنات إلى وجهتها النهائية، وبالتالي هذا ليس يعني البديل الأفضل، ولكنه ربما إذا طالت المسألة قد يكون السيناريو الأفضل، أليس كذلك؟ هذا صحيح. يجب أن ننظر إلى سعر الحاويات مثلا قبل الوباء وما حدث في الوباء. قبل الوباء كان سعر الحاوية نقلها من الصين إلى أوروبا بحدود $200، في خلال الوباء ارتفع الرقم إلى $2000. الآن مع هذه التحويلة عبر رأس الرجاء الصالح الرقم قد يرتفع إلى 2300 و2400، وهذا يشكل عبء كبير. ولا ننسى أيضا ليس فقط كلفة النقل، كلفة التأمين سوف ترتفع لأنه القرصنة. سوف يكون المسافة أكبر والقرصنة سوف تكون أكثر ومخاطر الرياح والتعرض إلى بعض الأمور التي غرق بعض السفن، هذه كلها سوف تشكل ضغط كبير على الشركات، وقد تلجأ بعضها بدلا من أن تقوم بالطريق الطويل بالاستغناء عن الشحنات، وهذا يحمل أيضا الشركات الكبيرة مسؤولية توفير المواد لمواطنيها أو للمصانع، أو يحمل مثلا الشركات التي ألغت الرحلات أيضا تكاليف باهظة. لذلك قد تبحث عن طرق بديلة أمثال السكة الحديدية مثلا التي قادمة من الصين إلى أوروبا، وهذه تستغرق قرابة 25 يوم أو 20 يوم حتى تصل إلى من الصين إلى بريطانيا، وهذا رقم جدا كبير. ولا ننسى أيضا أنه لا تحمل السكك الحديد نفس الكميات لأنها تكون مقطوراتها صغيرة وغير قادرة على حمل الماكينات الكبيرة كما يحدث في السفن، أو قد نلجأ إلى عملية الشحن الجوي والتي هي أيضا تعتبر باهظة يعني تتجنبها الشركات. وبالفعل بعض الشركات بدأت الآن بتحويل المسار، شركة هيغ لويد الألمانية للشحن غيرت مسار 6 من شاحنات من ناقلاتها لتذهب حول رأس الرجاء الصالح. سنطبعا نتابع عن كثب هذه التطورات. شكرا جزيلا لك الأستاذ صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، كان معنا من لندن.